يقول السائل: اعتمرت بالبيت وفي الشوط الثالث انتقض وضوئي، ولكني أكملت الطواف وسعيت وقصرت ثم أعدت العمرة من جديد، فما الحكم في ذلك؟ نعم أحسنت، ما دمت أعدت العمرة من جديد هذا هو الواجب، لأن العمرة الأولى ما صحت، فما دمت أديتها من جديد طفت وانت طاهر وسعيت قصرت حصل المقصود إن شاء الله. نعم.